السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ثاني يوم في رمضان، قلت نطلع معكم ونوجد معكم النهار هذا حيت جالسه ماشي خدامه، فعندي الوقت غادي نصور معكم النهار كيفاش شنو غادي نوجد اليوم. طبعا كاين حاجات واجدين البارح مخفين علينا، ولكن قلت لي راني عديت شي حاجات ما كاينينش شي مني، يبقاو يعطي الغدا خدامه. المهم حنا غير الا كان ظروف مطعنا، هذه غدا هذه بعدو هذه وجدها، هذه هي الحياه معنا من عندكم. كنتمنى هذا الشهر غادي يدخل عليكم كاملين بالخير، واش كنتمناو يا ربي، وخليكم كل عزيز وكل غالي وخليكم بالصحه. تشوفوا معايا ذراعه ديال رمضان، شوفوا واش عندنا من نهار هكا. كنت قلت نوريها لكم، هادو الدراعات اللي كيلبسوهم هنايا في الكويت. صراحه عندهم الاشكال ديال الدراعات مزيونين وستايلات مزيونين، فهذه خفيفه من الدار ومن حتى اللي ما بغاتش شي وحده تلبسها في الدار تلبسها يعني في المغرب ولا ما تجيش ضياف ولا ماشي عند شي ناس. مزيونين كيجيو واسعين كيجيو طويلين. شوفوا كيفاش عندها، شوفوا الجديدات ديالها، قلت نوريها لكم. وعندي اخرى شريتهم، هادو عندك شريتهم، وعندي كنت الشهر اللي فات رمضان اللي فات كنت كنظهر معكم بشي دراعات اخرين. المهم هادي ديال اللعب، هادي ديال اللعب قولوا لي رايي ديالكم فيها. غنبدا معكم ان شاء الله هذا النهار، ضروري نلبسوا طبليه. بحال اللي قلت لكم عندي هنايا غادي نعدل هما طبعا المحشي محشي ديال الكرنب المصري، ما عندي الوقت نعدلو، غنعمل معاه الملوخيه، يعني الملوخيه هنايا. وغادي نعمل واحد جيبجه غادي نتبلها ونحمرها باش نعملها مع المحشي. وصافي غنعمل عصير، هذا العصير غنشارك معكم ليتشين وخزو، كيجي مزيون. هذا العصير ماما كنعقل عليه شحال هذيك كنا صغارين، كانت كتعدل لنا تبارك الله، كانت كتعدل الكميه هذو في الصيف بزاف كان كيجي. اليوم نعدل العصير ديالها ان شاء الله. وصحي طبعا، غزال غزال هذا العصير، هذا غزال ماشي من عصير الحليب. بالنسبه للناس اللي كيعملوا الحليب في رمضان، الحليب التفاح بنان لافوكا كيتقلوا في رمضان. من الاحسن العصائر اللي كتكون فريسه بالماء، والفروت اللي كتكون خفيفه بالماء، ولا بحال هذا اللي تشينو باربا او اللي تشينو خيزو كيجي غزال. وغنعمل واحد بسبوسه، هذا كيكه ديال السميده، كيكه في الحال كيكه السميده. المهم دابا هنا عندي الماء كيغلى، هاد الكرومبه اللي كنجيبوها كنعملوها تغلى في الماء باش باش كترطب. كنزولوا لها هاد القلب هذا، كنعملوها في الماء غاليه شي طنجره كبيره، كنعملوها في الماء غاليه. وكان فيه الكيمون، فيه الكامون، صافي. وكنخليوها تبقى ترطب، وكيبقاو ديك الساعه يتعزلوا هاد الورقات، كيتعزلوا وحده بوحده. وبالنسبه للكروم ديال المحشي، ايوا الكروم ديال المحشي خصها الكروم هذا، ماشي ديك اللي مكمش، مكمش ما كيصلحش ليه المحشي، ما كيجيش هذا الورقات ديالو مضروب. الفيديو باش ما يجيش طويل، تبارك الله راه النهار كامل من الجوج حتى الخمسة وانا في الكوزينه، فغيجي طويل الفيديو. فهنايا سربيتو، هنا قطعت البصل والثوم والفلفل، فرمتهم ناعم. وديك الكروم بعد ما مرتبط في الماء سخون كنبدا نحيد ورقه بورقه، كيبدا يرطب وكيبدا ديك الورق يزول بوحدهم. البصيله عملتها تقلى هي وديك الثومه، وهنا غنقطع هنايا واحد اربعه الحبات مطيشه هما غادي نضيفهم على ديك البصله. وهنا قطعت القزبر والمعدنوس والشبت، قطعتهم غادي نحتاجو من المحشي. هذاك خيزو اللي غنعمل به العصير تا هو سلقتو، عملتو في الثلاجه بالماء ديالو يبرد، هذاك الماء ديالو بدو غنعملوه في العصير. وهنا غادي نتبل هذيك الجوجه، عملتها واحد الليمونه معصره اللي قما اللي كتبغي. عملت هنايا بصله بودره، توم بودره، بابريكا، توابل ديال الدجاج، توابل ديال التندوري، عملت شويه ديال الموطاغ، ديال الملاح، شويه ديال الزيت. مهم بحال قلت لكم التتبيله كتبقى كل واحد وكيفاش كيتبل. وغادي نثقب هنا ديك الصدر باش يجي فتي وباش يتشرب لي ديك التتبيله. وغادي ندهنها مزيان بهذيك التتبيله ونغطيها ونخليها تشرب شويه لما يكون باقي المغرب هذيك ساعه ونص ندخلها في الفرن. الدجاج انا شرملتها خليتها تشرب القيقامه ديالها. المحشي الصلصه ديال الوجه نخليها تبرد شويه، وغادي ندوز الوجه كلشي ديالها غندوز دابا نعمر الكروم. غنعدل هاد البسبوسه غادي نعمل الفرن طيب، ويبقى لي وليك ساعه نعصر غير اللي نشوف نلصق شي واحد يعصر مليح. غنجيب هنايا ثلاثه ديال الحبات ديال البيض، نص كاس ديال السكر. هذه الكيكه ديال السميده عاديه فيها الفاني والسكر ومزهر، وغنخلطو مزيان هنايا هما ثلاثه الحبات ديال البيض. انا سربيته هي عندي في القناه. هنايا واحد جوج مغارف ديال الياغور طبيعي، وكاس لاروب ديال الزيت، واحد نص كاس ديال جوز الهند او كوكو، واحد خماره، وكاس ديال السميده، السميده ديال الحرشه. وكنخلطوها هكذا صافي، وهي واجده. كندهن المول هنا، غادي نعملها في الشكل ديال الهلال، فغادي نجيب شي زليفه وغادي نعملها في النص، وغادي نكب الخليط ديال هذيك الكيكه. جاتني هاد زلافه صغيره وقلت نبدلها، عملت زلافه كبيره ها هي، وندخلها الفرن طيب عادي 170 درجه طيب، تحمر من الحشيه ونشعلوا ليها تحمر من فوقي.
السيرو اللي غادي نسقيوها به راه وجدته قبل ما نبدا الكيكه باش كيكون هو غنعملو في الثلاجه يبرد باش هو كيكون بارد وهي كتكون سخونه. بنات خوت نشارك معكم البلاطه هذا هو ماشي كبير صغير وهنا عاوتاني في شويه ديال العرض من داخل شي 30 سنتيم 30 سنتيم داخل وشي نقول لك 35 هنايا ولا 30 وين صغير في الحجم ديالو ما كيديش متفقزين ولكن كاين لي زيتاجير واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه وعاد كاع لي زيتاجير تقدر نتي تبدلهم عند انت كتعرف الحاجه الايكيا كتكون مزيونه عملك تقابلنا تقدر تبدل يعني تقدر تعمل واحد لي طاج غير رقيق غير صغير واحد لي طاج عالي بحال هذا عامله فيه انا الرز هنايا والدقيق السميده وعامله هنايا هذا عالي وما فوق بعضهم هذا ديال السميده وهذا فيه الحاجه الحلوه فيه الشوكولات فيه الخميره فيه لافاني فيه الزبيب عندي القهوه هنايا مهم فيه كل شيء ديال الحلوه هنا مكرونات عندي سكسو تحت عاوتاني عندي سميده باقا ما فتحتهمش مهم كيهز وكتجي الحاجه كلشي اللي عين ما كيديش الموضع الا كان هضر لي عند الدق في الكوزينه حيت هاد البكارات هادو كيصبح فيهم حاجه كبيره يعني باينه هذا اللي غتعمل فيه الاغراض الماكله كتبقى تفتش من داخل وكتبقى هذا ما كيجيش عملي وافضل يبقى نتشوع يبقى الحاجه ديال الدار وهذا كيهز كلشي قلت نشارك معكم مزيان زعما فكره اللي بغات تشري عند الدق وبغات بحال خزين راه خزين انا كنقولو خزين خلاقا نلحقو خزين كنقول نشارك معكم شنو هي العمله دابا البنات انا المحشي غادي نبدا نخدم فيه ولكن الاولى غادي نعصر هاد اللي هو الاولاني نعصرو باش نعصر عندي عجله روحي عصرت اللتين هاد اللتين هذا راه هو اللون ديالو احمر هكذا يعجبني هاد اللتين هذا هنا عندي حتى البربه في المجمد البنات بعد مرات كنعمل هاد اللتين مع البربه كتجي غزاله عندي في المجمد مسلوقه ومقطعه اليوم ما غاديش نعملها غنعمل غير جعده ولا خيزو بحال اللي قلت لكم هذاك العصير صافي غنعملو في الثلاجه نخليه يبرد باش ندوز نعدل المحشي المحشي الخلطه ديالو هذيك مطيشه اللي حنا طيبناها في البصل والثوم والفلفل والتوابل وغادي نضيف جوج كيسان ديال الرز جوج كيسان ونص الرز مغسول وديك الشعبات القزبر والمعدنوس اللي انا قصصتهم وعملت شويه الملاح وشويه ديال الزيت باش ديك هذا ما يتعجنش كنقطع ديك الوريقه ديال الكروم بحال هذا الشكل مستطيلات لما قطعت الكروم كانت ديك الكيكه ديال السميده طابت سقيتها وغادي نزلها تبرد على جنب هنايا حتى تبرد في حراره الغرفه ديك الساعه ندخلها للثلاجه تكمل صافي هنا غادي نجلس باش نلوي هذاك المحشي ديك الكرنب كامل قطعته بحال اللي كتشوفوا مستطيلات وكنجيب الحشوه ديالي وكنجيب هذيك طنجره كنفرش فيها هذيك القطع اللي كيشيطوا من الكرنب كنفرشهم في القاع وكنبدا نعمر هذا المحشي انا هنا ما عطيتش الوصفه بالتفصيل اولا بهذا لان عندي في القناه الوصفه ديال المحشي عندي شي جوج المرات واقيلا نزلتها فهنا شاركت معكم غير شنو عملت وصافي اما الوصفات راهم عندي في القناه كاملين حتى ديك الكيكه ديال السميده راه عندي في القناه صافي كنشكلو كاملين هكذا هنا كنت كنصور وكنهضر معكم ولكن شفت الفيديو غادي يجي طويل صدق زولت الصوت وخليته كنهضر لكم على الاكل المصري والاكل عموما ملي كنعيشوا برا كنقيسوا الاكلات ديال بزاف ديال الدول كنكونوا ما عارفينش الاكل ديالهم ملي كتقيسهم كيتبدل الراي ديالك فيهم وكذلك حتى الاكل المصري كيبقى غير في الاول كيجيك غريب ومن بعد كتسانس عليه كيبقى يجيك مزيون المحشي انا كنعرف بزاف مغاربه كيعشقوا هذه الماكله ديال المحشي وكيعشقوا بزاف ديال الاكلات المصريين حتى هما في الاول كيستغربوا الماكله ديالنا ولكن ملي كيبداو ياكلوها وياكلوها كتولي تعجبهم في الاول كيستغربوها قدروا ما يقيسوهاش ولكن غير كيقيسوها كتعجبهم نفس الشيء حنايا في الاول ما كان قيسوهاش ملي كنقيسوها ما كتعجبناش شويه ما كتجينا في شكل غريبه الطعم غريب علينا مع المده كتولي ديك الاكله تعجبنا وهادشي اللي وقع لنا هنايا هنا تبارك الله الجنسيات بزاف وقيسنا الاكل الكويتي قيسنا سوري لبناني هندي فلبيني مصري بزاف الحاجات كناش كنتوقعوهم يكونوا لذادين جبرناهم بانهم فعلا لذادين هنا كملت المحشي وبنتي كتعاوني ما شفتي دي احسن ما عملتها دي صح المحشي كيعجبني هاد الوريقات الخضرين هادو الرقاقين تعلمتي يا زينه وري في الكاميرا وري ها الله 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 عليا ونهاري طالع بنتي كتعدل المحشي شكون باغي يخطب وانا عاد اخذ معليش شبروا الصف شبروا الصف جبروا المراه كتعدل المحشي ماشي سهله ما عاد اخذ زيده اخضر انا خدت بتاع محشي اخضر لا دول ما تزعلنا اللي عايزه اعملهم دول انا لا
لا لا لا انا عايزه اعملهم يا زينب، دول رؤيين تقطعيهم يعني دول سهلين؟ لا مش بتوعك، سهلين عشانك لان الاخضر ده رفيع. اوكي هذا الخضرين القاقي تقطعولك، فهمتيني؟ دول جمد؟ اه جامدين عشان ما يتقطعولكيش، يساعدوكي. بس انت ليه جايبه المقص؟ بشيل الزوايد يا ماما بيساعدني. ماما عايزين دول اثنين، ما عنديش دول اثنين. لا انا حطيته خلطته يا ماما، خلطته. بص انا سايبه كتير اهو. ما تحطي قدامي يعني. عايزاها؟ اه بنتي خصها بقدونس وشابت. يا طباخه طباخه، ما كاينش الهضره. الطباخه زينه. الطباخه زينه. الطباخه زينه. ها؟ بحب اطبخ. الطباخة زينة. يا بتحبي اطبخ؟ انا بعرفك بتحبي تعملي المحشي. اه محشي. تعلمي كل حاجة. حابة تتعلمي ولا تتعلمي؟ تعلمت اطبخ محشي. طنط هدى تعرف تعمل محشي؟ لا. اسمعي هدى. تفهم؟ الله عليا ونهاري طالع. الله عليا ونهاري طالع. ما عليا نهاري طالع وشبشي شارقة شبشي. جميل 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 يا ماما. ايوه كده. بظبط لك لو في حاجة كده كده لازم نظبط لك يا ماما. هتجيني الحشوة هي هاتيك مع المحشي. هنايا كملت ديك المحشي، كملته دغيا الصراحه ما حسيتش بيه، سربيته. ديك اللي بقى لي ديك القزبر مع تنس الشابات خليته، عملته من فوقي واحد الفليفله واحد الدرز ديال الثوم صافي. وغادي نجيب هنايا هذا المرق ديال اللحم، كنضيف عليه واحد ملعقه كبيره ديال الصلصه ديال الطماطم. هذا العضومه ديال اللحم مطيبين مع واحد البصله وجزر ومطيشه والورقه ديال والهيل والورق ديال الرند، كنخلي حتى كيغلى وكندي ديك المرق ديال اللحم صافي. كنمرقو كنعملو في بوطه يطيب. وهنا غادي نعدل بغرير، عدلت املو، كان عندي اللوز محمر طحنته عملت املو قلت ضروري نعدل له بغرير، عدلته هنايا خلطته في الميكسور خليته يخمر شويه باش اللوز يطيبو. هنايا كانت باقي المغرب ساعه الا ربع صافي، كان وجد كنطيب بغرير وكان وجد حاجات اخرين. كملت ديك بغرير الحمد لله صدق. البغرير حالو حوال. هذيك البسبوسه طلعتها من الثلاجه باش نحيد لها ديك الزلافه ونعملها في طبق التقديم. ها هو بغرير كيفاش جا البنات، طبيق بغرير. وهذه القشطه والعسل واملو. غادي نحيد الجوانب هنايا اللي هذيك بغيت نزلها في طبق، تقدروا تخليوها في الموليه لو تقطعوها، ولكن بغيت نزلها انا في طبق مقدمه في طبق ديال التقديم. فغنحيد هذيك الزلافه، ما كيوقع والو الزلافه في الفران باش كيجينا هذا الشكل هذا ديال الهلال. مزيونه، فكره مزيونه ديال التقديم في رمضان. غادي نقلبها هنايا بهذا الشكل باش نقلبها في طبق التقديم. ها هي صافي. كتزينوها باش ما بغيتو بيستاج كوكو اللوز اللي بغيتو صافي. وعملت لها انا شويه اللوز ايفي اللي كان عندي محمص وشويه الوريقات ديال الورد وصافي، وهي واجده للتقديم. هذه هي المائده ديالنا الفطور، مخلطه مغربي ومخلطه مصري. المهم اللي بغى شي حاجه ياكلها. هذيك الجميله ديال المحشي شوفوا معايا كتوقع في المريقه ديالها، وكتحيد هذوك اللي منهم في القاع هما اللي ما كيخليوش ديك المحشي يلصق، كنحيدهم ها هما صافي. المحشي بحال اللي كتشوفوا جا غزال جا رائع. غادي نوزعو في الصينيه هنايا وغادي ننزل عليه ديك الجوجه حتى هي بعد ما تحمرت. ايوا انا قلت لكم هنا خلطنا العصير رانا طحنتو ديال ديك الجزر والليتين، والمائده ديالنا هي هذه شويه هكذا وشويه هكذا. هذوك بغرير وديك الكيكه غير صورتهم هنايا معاكم وصافي، اما حنا كلينا هذوك كملتهم مع الاتاي ومع القهوه من بعد. ما الباقي كلينا الملوخيه والمحشي والدجاج والحريره، بدينا بالحريره هي والعصير. المهم كلينا واخر خليتهم تمام بعد مع القهوه واتاي. النهار ديالي هو هذا، الوصفات اللي حضرت هما هادو، خليط شويه مصري شويه مغربي، كنعون خاطر كل شيء. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونهار دوزتو معايا ما قنطوش معايا في هذا الفيديو طويل شويه 14 دقيقه، وكنتمنى ما تكونوش قنطتوا فيه دوزتو معايا هذا النهار هذا شني وجدت كيفاش كنظم الوقت ديالي كيفاش كندوز النهار ديالي. المهم هذا الشيء هذا راه مزجوج حتى لخمسه وتن سته تن الفطور وحنا وانا واقفه. ما بقى لي نقول لكم الا شكرا لكم والى اللقاء.